بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. إيه، يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال. إيه، وكل عام وانتم بخير، ويا رب السنة الجديدة تكون خالية من الوباء يا رب العالمين، واكشف الغمة يا رب عن الأمة العربية والإسلامية جميعا في أنحاء العالم كله يا رب العالمين. إيه، واشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب يا رب. إيه حبايبي، إيه النهارده الفيديو بإذن الله إيه مهم ويهم كتير جدا مننا، إيه خصوصا إيه ربة المنزل، واللي إيه إيه واللي مثلا أي حد بيشتغل مثلا في الخيوط أو ربة المنزل، إيه مثلا عندنا أي قطعتين إيه من الصوف، ازاي نخيطهم؟ ازاي نخيطهم في بعض بطريقه ما تبانش وشكلها يبقى كويس، وبرده سهله جدا للمبتدئات اللي ما بيعرفوش مثلا ايه يشتغلوا باتقان. يعني نتوكل كده على الله. عندي قطعتين كده شغلاهم من التريكو، تمام. انا عايزه القطعتين دول اخيطهم في بعض بالشكل ده، بحيث ان هي تبقى شكلها ظريف و ما تبانش. هاجي كده، طبعا هستخدم نفس اللون، نفس لون الخيط، وهستخدم ابره كروشيه. انا شغاله الشغل بابره التريكو، بس انا هشتغل بابره الكروشيه اللي هو ايه الخياطه بتاعت انا. طبعا دي انا الطرف بتاع الخيط انا ايه خافيه كده في وسط ايه الشغل. فانا هعمل حياكة القطعتين دول، خياطة القطعتين دول بإبرة الكروشيه. هاجي كده حبايبي، اسحب كده طرف الخيط في المكان اللي انا عايزة ابتدي منه الشغل بالشكل ده، تمام. ممكن بقى اربطها، ممكن هعملها عقدة كده مرة واتنين بالشكل ده، او ممكن اعملها ببداية زي بداية الشغل بتاعنا بتاع ايه الكروشيه. انا بكده اهو هاجي احط الجزء ده على الجزء ده كده، انا عايزة اخيط الجزئين في بعض، تمام. وفاكرين الغرزة بتاعتنا بتاعت الحشو، فانا هخيط بالحشو بس ده كده، واسحب دي برضو جوه الشغل. هاجي كده ادخل من هنا، انا هدخل من كل غرزه قصادها الغرزه اللي معاها التانيه بالظبط بالشكل ده، والف الخيط وايه واسحب بالطريقه دي، تمام. هاجي هنا كده ادخل واسحب الخيط، هيبقى اتنين على الابره، الف الخيط واطلعهم من ايه من اللفتين بالشكل ده. هاجي كده الجزء اللي بعده، انا بمسك الغرزه والغرزه المقابله ليها بالظبط كده، وطبعا نفس لون الخيط اللي انا شغاله بيه اهو. ادخل هنا بالشكل ده اتنين على الابره، والف واعمل اطلع الاتنين. ادخل هنا وحاولي ما تبعديش كتير عن المسافات، ما تبعدهاش عن بعض علشان الشغل بتاعك ما يشدش ويبقى شكله مش كويس بالشكل ده. هنا دي بقى سهلة جدا تسهلك اي حياكة ملابس عندك بالشكل ده اهو، لحد ما اوصل لنهاية السطر اللي انا عايزة اخيطه بالشكل ده اهو، والف بالطريقة دي. وهي غرزة الحشو اللي احنا خدناها قبل كده. وتأكدي اهم حاجة ان الجزئين انت واخدة جزئين مع بعض، شوفي شكلها عامل ازاي اهي. اما افردها شكلها ظريف، ما هيش باينة
مش عامله إيه نشاز خالص في الشكل بالطريقه دي كده، والوجه بتاع الشغل اهو احسن كتير جدا ما احنا نخيطها على المكنه بالشكل ده. هنهي الخيط عادي، اعمل بس سلسله كده اهي، بالطريقة دي، وبرضو أمرر الخيط كده عشان ايه أدريه بالشكل ده كذا مرة بقى علشان ايه يبقى بعيد عن ان غرزة النهاية كده، وايه بقوم قص بأسهل السهولة طريقة حياكة قطعتين اهو، وده الوجه بتاعنا. تمام حبايبي، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون خفيف على حضراتكم. ما تنسونوش من اللايك، ولو عجبك الفيديو شيريه. جماعة اللي ما اشتركوش معانا يا رب يشتركوا. بشكر جميع اصدقائي والمتابعين جميعا اللي ساهموا ولو بثانية واحدة من المشاهدة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.